أهلا يا شباب، هنلعب النهاردة المرحلة الأخيرة من لعبة حديقة الموت الجزء الثاني. احنا حاليا في مرحلة القاعدة العسكرية. طبعا المهمة الأخيرة ديت عايزة تركيز، أنا معيش دم، عايز دم وعايز طلق، لازم اتصرف بقى. صندوق اسعاف كويس، نحاول نهرب من الوحش ده لحد بس ما ناخد وضعنا شوية، ان احنا نعرف نواجهه، لان ده بالذات اي لمسة منه بيخلص دمك على طول، وانا معيش دم اصلا. نروح نخرج له كده، نطلع السلم، أكيد واقف فوق. الذخيرة تقريبا خلصت علينا، صندوق اسعاف كويس. فضل الباب الأخير، كده احنا بنقرب نخرج من القاعدة العسكرية. شكلي فيه صوت وحش بره، نحاول نهرب على طول لان معيش ذخيرة اصلا كافية، وان انا اتفادى افضل عشان دمي كمان. طلعوا من السلم ده،
كده احنا خلاص يعني قربنا من نهاية اللعبة خلاص. بس طبعا في لغز في آخر اللعبة، اللغز ده صعب جدا يعني، هو مش صعب، هو عايز تركيز بس. كده احنا هنخرج من البوابة اللي دخلنا منها في أول مستوى خالص لو فاكرينه، هنروح المدينة. البوابة هي الشمال، اللعبة ديت ليها نهايتين، نهاية سعيدة ونهاية حزينة، انت اللي بتقرر بقى حسب اللغز الأخير. لو حليت اللغز بيكون النهاية سعيدة، لو ما حلتش اللغز بتكون النهاية حزينة، يعني النهاية مش واحدة في اللعبة. كده ابتدت المرحلة الأخيرة للعبة خلاص، فضل دقايق ونروح للغز ونشوف هنعمل أهل نهاية، النهاية الحزينة ولا النهاية السعيدة. ناخد الكارت ده علشان بيحرك القطر، بودينا لمكان معين. ناخد الذخيرة دي وهندخل، مش هنمشي الأول، هندخل شمال. بس الأول عايز أهرب من الوحوش اللي ورايا دي. تمام كده بقى هدخل زي ما جيت في البداية خالص، يعني كده ادخل شمال. تمام هفضل امشي بقى بالطريق ده. في وحش هنا كمان، دخلت جوه العمود. حاولت اعدي من تحت العمود ده، ايوه كده. طبعا المنطقه دي كلها وحوش، ولو فضلت احاربهم مش هخلص.
هناخد التروس ديت وهيبتدي اللغز. هنلمس البلوق، it turned out even better than I thought. You started the trail, which means you yourself will kill your sister. Proud of you, puppy. Let's take our time to enjoy this moment. The train is already closed. عايزين نركب التروس دي في المكان الصحيح عشان نغير اتجاه القطر. منفعتش، خد الترس الكبير خالص هنا الأكبر منه يمين. ياريت تكونوا فاكرين بس الحكاية دي وانتوا بتلعبوا. كده احنا حلناها. How dare you, puppy! Now I can't get out into reality. But still, you won't see your sister. I won't let you live alive. كده النهاية السعيدة للعبة. شكرا للمشاهدة.